تمام، فتحت تسجيل يا ولاد. ماشي دكتور، انت فاكر ميكرو اسبريت ازاي؟ بص يا دكاترة، دلوقتي زميلكم بيسأل ليه السوبرا كلافيكولار سبريدز أسوأ سبريد بيحصل في البريست. بيقول لي لما مجرد أنا أعمل إكزامينيشن وحصل السبريد للسوبرا كلافيكولار، أصلا مجرد ما وصل للمكان ده كان حصل قبله سبريد لكل البودي. خلاص كده يا ولاد، يبقى وهو وانس أنا بعمل إكزامينيشن لقيت إن السبريد في الأجزاء الليمف نود، أنا أعمل إيه؟ دي اول ستيج، دي معناها ان الليمفاتيك سبريد لوكالايزد، بشيل كل الاجزيره الليمف نود وادي كيمو ثيرابي. طب حصل سوبرا كلافيكولار، هو ما وصلش للسوبرا كلافيكولار بدري، لا ده ليت سايت اوف ذا سبريد، معناها ان هو حصل له وايد سبريد للابدومين للثوركس للبرين، فده اخر سايت بيحصل له سبريد للسوبرا كلافيكولار ان ذا ستيج. خلاص كده يا ولاد، شايفين الشاشة دلوقتي ظاهر عندكم؟ أنا خلاص ضغطت السكري ريكورد، في تسجيل تاني. شايفين اسمه معايا طب. كده؟ لا يا مش دكتور. إيه؟ اللي هي البرزنتيشن مش ظاهرة؟ لا مش ظاهر عندي. ظهرت؟ لا ما ظهرتش. طيب ثواني. تمام هي حضرتك مش يا باينة دكتور، ظهرت مش لا باينة؟ مش باينة ايه مش باينة مش باينة يا دكتور. برضو؟ طب انا عملت، بصوا كده يا ولاد اهو، شير سكرين. تمام، كده حضرتك ممكن تعملي شير سكرين زي أول مرة. أوكي ما كده انا عملت كده، كده تمام. كده ظهرت. طيب دلوقتي هنتكلم عن المسل اوف ذا بيلفيك وول. خلاص كده، طيب مين دي يا ولاد؟ العظمه دي اسمها هيب بون. البلفس عباره عن ايه؟ تو هيب بونز. تو هيب بونز، رايت هيب وليفت هيب انا شايلاها، وعندي وان بون بوستيريور اسمها سيكرام. خلاص كده، لو بصيت على الهيب بون عبارة عن ايه؟ عظمة سوبير اسمها ايليام، من قدام بيوبيك بون، من ورا بوستيريور انفيريور اسكيام. خلاص كده، طيب كان عندي هنا الاسكيام، فكان في شوكة اسمها اسكيال سباين. الاسكيال سباين بتديفايد الهيب بون الى جريتر سياتيك نوتش، ليسر سياتيك نوتش، greater sciatic and lesser sciatic notch. لو دخلت جوه البلفس يا ولاد، قال لي هشوف بلفيك وول muscles. فالمسل يا ولاد بنقسمها، لا اما مسل موجوده على البوستيريور وول، لا اما مسل على اللاترال وول، لا اما مسل في الفلور او البلفيك diaphragm. خلاص كده، المسل اوف ذا بوستيريور وول اللي انا شايفاها دي اسمها بايريفورم. طبعا خدنا البايروفورم، واحدة من السكس روتيتور اوف ذا ساي، خدتوها السنة اللي فاتت. تمام، والعضلة اللي موجودة على الاوبتيوريتور من برين من جوه، فاكرين الفتحة اللي هنا اسمها اوبتيوريتور فورمن، عليها اوبتيوريتور من برين، بيطلع من الاوبتيوريتور من برين هنا عضلة اسمها اوبتيوريتور انترنس، دي برضك واحدة من السكس روتيتور. يبقى تاني، البوستيريور وول بايريفورم، اللاترال وول اوبتيوريتور انترنس. قال لي يا دكتوره لو بصيتي على العضله دي اللي اسمها اوبتيوريتور انترنس، هلاقيها قافله الاوبتيور، نايمه على الاوبتيوريتور ميمبرين، ده الاوريجن بتاعها. العضله دي كفرد يا ولاد، ربنا مغلفها فاشيه، اسمها اوبتيوريتور فاشيه.
الاوبتيوريتور فاشيا دي شايفين مغطية العضلة كلها حوالين الاوبتيوريتور ميمبرين. الفاشيا دي من تحت بيحصل لها سيكنينج، بيحصل لها ايه؟ سيكنينج، بتبقى سيك. السيكنينج ده بيبقى جاي من هنا لهنا، ايه الحتة دي اللي انا مشاور عليها؟ قال لي دي الباك اوف ذا بيوبيك بون، ده الباك اوف سيمفيس بيوبس، ويرجع ورا السيكنج ده يمسك في الشوكة اللي هنا. الشوكة دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسكيال سباين. الخط ده اسمه وايت لاين، اسمه ايه يا دكاترة؟ وايت لاين. ده لاند مارك موجود عندي بالفلبس. خلاص كده يبقى ده الوايت لاين عبارة عن سيكنينج of the lower part of obturator fascia. ليه قلت يا دكتورة؟ قال لي عشان العضلة الكبيرة دي اللي عبارة عن الفلور اوف ذا بلفس، البلفيك ديافرام، اسمها ليفيتور ايناي. يعني ايه ليفيتور؟ الرافعة. ايناي يعني الشرج، يبقى الليفيتور ايناي يعني الرافعة للشرج. هقول يعني ايه دلوقتي. ورا الليفيتور ايناي عضلة صغيرة كده اسمها كوكسيجيس. انتوا عليكم الترم ده في الريبرودكتيف العضلتين دول بس، الليفيتور ايناي والكوكسيجيس. اما البايريفورم والاوبتيريتور موسل، اوبتيريتور انترنس، انتوا خدتوهم في السكس لاترال روتيتورز. لما اجي اقول لك الليفيتور ايناي دي موجودة فين؟ هتقول لي في الفلور اوف ذا بلبس، بلفيك دايافرام اوريجين. قال لي دي عضله كبيره قوي، الاوريجين بتاعها ماسكه فين؟ قال لي واخده اوريجين من الباك اوف ذا سيمفيسس بيوبس. من فين يا اولاد؟ من الباك اوف ذا سيمفيسس بيوبس، وتمسك في كل الوايت لاين، وترجع ورا تمسك في الاسكيال سباين. خلاص كده يبقى الليفيتور ايناي انا عندي رايت ليفيتور وليفت ليفيتور ايناي. انا بص على ناحيه واحده على الرايت ليفيتور ايناي، الاوريجين من الباك اوف سيمفيسس بيوبس، من الوايت لاين، من الاسكيال سباين. مين دي يا اولاد؟ الليفيتور ايناي. شايفين الليفيتور ايناي محوطه مين؟ محوطه الانس، الانال كانال، فعشان كده بسميها الرافعه للشرج. خلاص يا اولاد، بترفع الانال كانال، عامله لي سبورت للانال كانال. ادي ساجيتال سيكشن، شايفه الليفيتور ايناي طالعه من الباك اوف سيمفيسس بيوبس، ماسكه في الوايت لاين، وورا ماسكه في الاسكيال سباين. ادي الليفيتور ايناي. الليفيتور ايناي زي ما انتم شايفين كده ماسكه فين الاوريجين؟ دي برود ماسل عامله لي الفلور اوف ذا فيلفس، باك اوف ذا سيمفيسس بيوبس، وايت لاين، اسكيل سباين. العضله دي وهي رايحه تعمل انسرشن بالدايركت باكورد اند ميديالي، شايفين الفايبرز؟ باكورد اند ميديالي، رايحه للميد لاين هنا. بس وهي رايحه تعمل انسرشن بتتقسم لثري بارتس: anterior fibers, middle fibers, posterior fibers. خلاص يبقى الاوريجين واحد، الانسرشن. قال لي يا دكتوره الليفيتور ايناي دي ده الحجاب الحاجز بتاع البلفس، فوق الليفيتور ايناي البترو بلفس اللي هو البلفيك كافيتي، في هنا عندي اورجانز اليورينري بلادر قدام، ورا اليوترس، ورا الريكتم. طيب اليورينري بلادر فيها يورين، اليورين بيخرج عن طريق تيوب اسمها يوريثرا. اليوريثرا بيعدي من فتحة خلال الليفيتور ايناي، الفتحة دي. طيب لو انا في ميل، في يوترس، في فاجينا، الفاجينا تيوب بتعدي من فتحة في الليفيتور ايناي. طيب هنا في الترو بلفس في ريكتوم بيكمل انال كنال عشان يفتح في الانس، فلازم يبقى في فتحه للانال كنال. يبقى الليفيتور ايناي عباره عن الحجاب الحاجز بتاع البلفس، فلور بتاع البلفس. فوق الليفيتور ايناي الاورجانز، كل اورجانز ليه مخرج، المخرج ده ربنا خالق له فتحه في الليفيتور ايناي. فعلى
علشان كده الاوريجين بتاع الفيتور اي 9 متقسم 3 بارتس: انتيريور فايبرز، ميدل فايبرز، بوستيريور فايبرز. فقال لي الانتيريور فايبرز اللي ماسكه في الباك اوف سيمفيز بيوبس وماسكه في الانتيريور بارت اوف وايت لاين دايركت باكورد اند ميديالي، باكورد اند ميديالي، وتقابل الاوبوزيت ليفيتور فايبرز. شايفين كده؟ في فايبرز جايه من الناحيه الثانيه يتقابلوا في النص هنا. الحته اللي في النص هنا دي يا اولاد بيحصل لها فيوجن، في هنا تندون، في وتد، في بادي اسمه برينيال بادي هشرحه لكم بعد كده. البرينيال بادي اللي هنا ده عباره عن فايبروماسكولار تيشو موجود هنا. الانتيريور فايبرز اوف ليفيتور ايناي بتاعه الرايت سايد والليفت سايد بيقابلوا بعض ويمسكوا في البرينيال بادي اللي موجود هنا. الانتيريور فايبرز دي يا اولاد محوطه مين؟ محوطه اليوريثرا والفاجينا ان فيميل. طب في الميل بتبقى محوطه اليوريثرا بس. اليوريثرا بتبقى معديه في البروستيت، فبنسمي الفايبرز اللي محوطه الفاجينا في الفيميل سفنكتر فاجيني، بنسميها ايه يا اولاد؟ سفنكتر فاجيني. والفايبرز اللي محوطه البروستيت في الفيميل ليفيتور بروستيت، يعني في الفاجينا بتعمل لها سفنكتر بتضيقها. طب في الميل كاني عامل سبورت لل البروستيت. شايفين كده؟ ادي الانتيريور فايبرز اللي هي دي جايه من الباك اوف سيمفيسيس بيوبس تقابل اللي جايه من الناحيه الثانيه. في هنا بادي اسمه برينيال بادي، الفتحه الكبيره دي الايه؟ يوريثرا وفاجينا ان فيميل، يوريثرا ان ميل. فلاقي الفايبرز دي الانتيريور فايبرز محوطه الفاجينا واليوريثرا في الفيميل، فبسميها سفنكتر فاجيني. طب لو ميل بسميها الفيتور بروستيت. الميدل فايبرز بترجع لورا وتحوط الجنكشن ما بين الريكتم والانال كانال. شوية الفايبرز دول بيشدوا الريكتو انال جنكشن لقدام، يطلعوها لقدام. شايفين الفايبرز دي؟ ايه رأيكم؟ فايبرز جايه من الباك اوف سيمفيسيس بيوبس وراجعه لورا تشد على ريكتو انال جنكشن وتطلعها لقدام وتقابل الفايبرز الناحيه الثانيه. كاني جبت حزام شديت على الريكتو انال جنكشن والحزام ده راح يمسك فين؟ في الباك اوف سيمفيسيس بيوبس. الفايبرز دي يا اولاد بسميها بيوبو ريكتاليس، بيوبو ريكتاليس، مسؤوله عن الفورورد كونفكسيتي اوف ريكتو انال جنكشن. يبقى البيوبو ريكتاليس مسؤوله عن الفورورد بروجكشن اوف ريكتو انال جنكشن. شايفين الزاويه دي؟ زاويه 90 ما بين الريكتم والانال كانال، دي بيوبو ريكتاليس مصر. نرجع تاني، فايبرز اللي عندي انتيريور فايبرز محوطه مين؟ يوريثرا وفاجينا ان فيميل، محوطه البروستيت ان ميل. طيب الميدل فايبرز بيوبو ريكتاليس حوالين مين؟ ريكتو انال جنكشن. البوستيريور فايبرز اللي ماسكه في الوايت لاين والاسيال سباين بترجع لورا ورا الانال اوبننج، ورا الانال كانال، عشان تمسك هنا. الحته دي فيها فايبروماسكولار بادي اسمه انو كوكسيجيال بادي او انو كوكسيجيال رافي. شايفين الفايبرز تيشو ده؟ ده بادي ما بين الانال كانال والتيب اوف كوكسيك. مين الفايبرز دي يا اولاد؟ البوستيريور فايبرز اوف ليفيتور ايناي. تاني الليفيتور ايناي ليها كام فايبرز؟ 3 فايبرز، انتيريور انا كده قدام كده ورا، انتيريور فايبرز، ميدل فايبرز، بوستيريور فايبرز. الانتيريور فايبرز بتحوط مين؟ يوريثرا وفاجينا ان فيميل.
الميدل فايبرز، بتحوط الريكتو انال جانكشن، طب البوستيريور فايبرز بتعدي ورا الانال كانال وتعمل انسيرشن في انو كوكسيجيال رافي. طب الانتيريور فايبرز اللي بتحوط الفاجينا واليوريثرا، في هنا بادي اسمه برينيال بادي ما بين الانال كانال والفاجينا هنا، بس انا مش شايفاه في السكشن ده. بصوا كده معايا، ده ساجيتال سكشن فين في البلبس. انا شايفه السيفس بيوبس، يوريناري بلادر، ده اليوريثرا، ده ميل يوريثرا معدي جوه البروستيت، وده الريكتم انال كانال. الفلور معمول بمين؟ ليفيتور ايناي. شايفين الليفيتور ايناي عامله سبورت لمين؟ للبروستيت، فبسميها ليفيتور بروستيت. الفتحه اللي موجوده قدام لمين؟ لليوريثرا. ارجعي ورا، ما بين الريكتم، ما بين الانال كانال والبروستيت، او لو هنا فاجينا هنا بادي. البادي اللي هنا ده اسمه ايه يا ولاد؟ برينيال بادي. طب دي في مين؟ ما بين الانال كانال والفاجينا برينيال بادي. شايفين الفايبرز دي؟ دي اللي فيتور ايناي، فيها كام فتحه؟ يوريثرا وفاجينا في الفيميل. طب الميل؟ يوريثرا بس. بس كده يا ولاد. لو انا قلت لك النيرف سبلاي اوف ذا ليفيتور ايناي، النيرف سبلاي بتاعها هيكون ايه؟ مش هي موجوده جوه البلفس؟ قال لي ايوه يا دكتوره، هتاخد نيرف سبلاي من البلكسس اللي موجود جوه البلفس اللي اسمه سيكرال بلكسس. بس قال لي في نقطه، لو انا سوبيريور سيرفيس اوف ليفيتور ايناي، هلاقي ان العضله السوبيريور سيرفيس بتاعها واخد دايركت نيرف سبلاي من السيكرال بلكسس. طب لو من تحت الانفيريور سيرفيس، السيكرال بلكسس بيديني نيرف اسمه بيدندن نيرف. بصوا كده، الابر سيرفيس اوف ليفيتور ايناي بياخد من السيكرال بلكسس نفسه من S4. طب الانفيريور سيرفيس اوف ليفيتور ايناي، قال لي هياخد نيرف سبلاي من النيرفس اللي موجوده في الفصه دي. الفصه دي اللي حوالين الريكتم والانال كانال اسمها اسكيوريكتال فصه. اسمها يا اولاد؟ اسكيوريكتال فصه. في نيرف ماشي هنا اسمه انفيريور ريكتال نيرف. الانفيريور ريكتال نيرف اللي ماشي في الفصه اللي تحت الليفيتور ايناي هيغذي الانفيريور سيرفيس بتاع الليفيتور ايناي، هنتكلم عنه بالتفصيل المحاضرة اللي بعد الجاية. خلاص كده، يبقى فوق S4، تحت inferior rectal nerve. يلا نقول الأكشن. العضلة دي عاملالي الفلور of the pelvis. العضلة دي عاملالي support لكل الأورجانز اللي موجودة فوقيها، للريكتم، لليورينري بلادر، لليوترس. لو حصل باراليسيس للعضلة دي هيحصل برولابس لكل الأورجانز. مش بس كده، العضله دي مين بيعدي فيها يا اولاد؟ من شويه انا قلت بيعدي فيها اليوريثرا والفاجينا الفيميل، وبيعدي فيها في الميل مين؟ اليوريثرا، دي عامله لي سبورت للبروستيت. فلو حصل باراليسيس هيحصل برولابس للفاجينا واليوترس. العضله دي عامله لي سبورت لكل الاورجانز اللي موجوده في البلفس. العضله دي محوطه الفاجينا فبسميها سفنكتر فاجيني. العضلة دي رفع البروستيت فبلاقيها ليفيتور بروستيت. العضلة دي يا ولاد لما بتعمل كونتراكشن بتزود الانترا بيلفيك بريشر وبتزود الانترا ابدومينال بريشر. العضلة دي لما بتعمل كونتراكشن بتضغط على الانال كانال فبتساعد في الديفيكيشن، بتساعد في اليورينيشن، بتساعد في الدليفري. خلاص كده يا ولاد، اثناء الولاده العضله دي بتضغط على راس البيبي، بتعمل كونتراكشن، بتساعد الدليفري، بتساعد في اليورينيشن، بتساعد في الديفيكيشن. خلاص كده يا ولاد.
دي بالنسبة للعضلة الكبيرة اللي اسمها ليفيتور ايناي، very very important muscle. لو هجيب لك سؤال في البلفس هسألك على ليفيتور ايناي، خلاص كده. طبعا مش انا اللي بحط الامتحان، بس ليفيتور ايناي من الحاجات المهمة. طيب ورا الليفيتور ايناي هلاقي عضلة صغيرة، بصوا كده، اسمها كوكسجيس. الكوكسجيس دي ماسكة فين؟ في الاسكيال سباين، ورايحة تمسك في آخر the last piece of sacrum والtip of coccyx. خلاص كده، يبقى الكوكسجيس ماسل ماسكة في الاسكيال سباين، ورايحة تمسك فين؟ في ال last piece of sacrum وال tip of coccyx. من هنا العضلة دي يا ولاد بتبقى صغيرة جدا، وفي جزء منها بيحصل له فايبروزس ويعمل لي الليجامنت ده. الليجامنت ده اسمه ايه؟ ساكروسباينس ليجامنت. اسمه ايه؟ ساكروسباينس ليجامنت، ماسك في ال last piece of sacrum للاسكيال سباين، في ال last piece of sacrum للاسكيال سباين. اسمه ايه؟ sacrospinous ligament. يبقى عندي small muscle موجودة behind the posterior border of the levator inii. خلاص كده، ماسكة في الاسكال سباين وال last piece of sacrum وال tip of coccyx. العضلة دي يا ولاد بتاخد نيرف سبلاي منين؟ من السكرال بلكسس S4 وS S3 وS4. العضلة دي أهميتها إيه؟ قال لي أثناء يا ولاد الدليفري العضله دي بتعمل سبورت للتيب اوف كوكسيك، لان لو راس البيبي كبيره وضغطت على التيب اوف كوكسيك هتكسرها. فقال لي العضله دي بس وظيفتها انها بتعمل لي سبورت للتيب اوف كوكسيك، سبورت للتيب اوف كوكسيك. خلاص كده يا شباب، حد عنده سؤال؟ في البلك مصر انتوا ساكتين ليه؟ عايز شغلوا المايك، واللي عنده سؤال يسألني مش شرط على الشات. نيرف سبلاي اجين، حاضر. بصوا كده معايا، ده البلفيك كافيتي. خلاص كده، انسايد ذا بلفيك كافيتي شايفين الشبكه دي يا ولاد؟ الشبكه دي اسمها سيكرال بلكسس، اللي هي معموله اس 2 و3 و4. السيكرال بلكسس دي موجوده اباف الليفيتور ايناي. يبقى لو قلت لك السوبيريور سيرفيس اوف ليفيتور ايناي اهو انا شايفاه من فوق، هياخد برانشز من مين؟ قال لي هاخد دايركت برانش من السكرال بلكسس، من الاس 4 نفسه. طب لو بصيت على الليفيتور ايناي من تحت، قال لي بص كده، لو بصيت على الليفيتور ايناي من تحت اللي هي هنا الليفيتور ايناي من فوق اللي احنا شفناها دلوقتي، واخد من البلكسس اللي موجود من هنا اسمه سكرال بلكسس اس 4. طب من تحت، قال لي الليفيتور ايناي السكرال بلكسس اللي فوق بيديني برانشز تخش هنا، الحته دي اسمها اسكوريكتر فوسا، في نيرفز ماشيه هنا اسمها، اسمه النيرف ده انفيريور ريكتر نيرف. الانفيريور ريكتر نيرف ده برانش من السكرال بلكسس بس بيعدي تحت الليفيتور ايناي، فالانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفيتور ايناي واخد نيرف سبلاي من النيرف اللي موجود هنا اللي ماشي في الفصه دي اللي اسمه انفيريور ريكتر نيرف. يبقى فوق S4، من تحت inferior rectal nerve. تمام، اللي حابب يشغل المايك يا ولاد يشغله. What is this؟ ماشي. What is the stress urinary؟ بص كده يا ولاد، انت قصدك بتسأل عن ايه؟ ممكن تكتب حاجة تانية؟ انت قصدك على الاكشن بتاع الليفيتور ايناي ولا ايه ولا ايه اللي بيحصل during urination؟ applied anatomy، حاضر.
لحظة واحدة كده. أنا هفتحه من عندي. بفتح بس من عندي وهقول لكم الابلايد اناتومي. حاضر. بص يا ولاد، الابلايد اناتومي اللي موجود عندكم بيقول لي دلوقتي لو حصل ديورنج ديليفري، خلاص تبص كده في السلايد دي. اثناء الولاده خلاص، فين الليفيتور اي ناي؟ الليفيتور اي ناي اهي. الليفيتور اي ناي قلنا ماسكه ورا في بادي هنا اللي بين الانال كانال والفاجينا. البادي اللي هنا اسمه ايه؟ برينيال بادي، فايبروماسكولار تيشو. الهيد اوف بيبي نازله فين؟ في الفاجينا. خلاص كده. لو الهيد اوف بيبي كبيره قوي هتعمل ايه في البرينيال بادي اللي موجود هنا ما بين الفاجينا والانال كانال؟ هتقطعه. لو البرينيال بادي اتقطع ايه اللي هيحصل في الليفيتور ايناي؟ هيحصل لها باراليسيس. ليه؟ لانها عامله انسرشن فين؟ في البرينيال بادي. هيحصل ريلاكسيشن، الفايبرز هتبقى ريلاكسد، مش هتعمل سبورت ولا سفنكتر لمين؟ للفاجينا. مش هتعمل لي سفنكتر لليوريثرا ولا هتعمل سبورت للبروستيت. يبقى تاني، اثناء الولاده لو راس البيبي كبيره ضغطت على البرينيال بادي هتقطع مين؟ الفيتور ايناي اللي عامله سبورت للفاجينا والبروستيت واليوريثرا. تعالى يا دكتور كده، لو انا في الشغل وحصل ان اليوريناري برادر بقت فيلد مليانه، ايه اللي بيحصل في الفيتور ايناي؟ في السفنكتر بيحصل له بيقفل كونتراكشن عشان اعمل كلوجر لليورينيشن. مين بيساعد السفنكتر بتاع اليوريثرا؟ الليفيتور ايناي. طب تعالوا بقى، اليورين عمال يتجمع ويزيد ويزيد، هلاقي ان الليفيتور ايناي لو بايظه ممكن يورين يحصل له دريبلينج، في تساقط لليورين. خلاص كده. طيب هكذا تاني، ادي الليفيتور ايناي محوطه اليوريثرا والبروستيت. لو حصل ستريس يورينري، انا اليورينري بلادر مليانه مليانه مليانه، لو انا الليفيتور ايناي بتاعتي سليمه هعمل فول كنترول لليورينيشن. طيب لو هي مش سليمه وحصل لها كتير او باراليسيس هيحصل دريبلينج لليورين، بسميه ايه ده؟ ستريس يورينري. خلاص كده. طيب وايه التاني يا ولاد اللي بيحصل لي؟ فيكال انكونتيننس. طيب مش الليفيتور ايناي محوطه الريكتو انال جانكشن؟ بصوا كده، محوطه الريكتو انال جانكشن ده عامله لي سبورت، ده عامله لي انذر سفنكتر قفلاه. طيب لو حصل ان جزء ده البيوبوريكتاليس دامج، فجزء من السفنكتر ضربته، فهيحصل ان انا في اي مكان ممكن يحصل ديفيكيشن، انا مش عارفه اعمل كنترول للديفيكيشن. خلاص كده. يبقى خدنا يعني ايه ستريس يورينري ويعني ايه فيكال انكونتيننس. وتاني حاجه اللي هي برولابس اوف بلفيك فيسرا، اي اورجانز ممكن يحصل له برولابس زي ما انتم شايفين كده. لو ضربت اليورينري بلادر هنا، لو ضربت الليفيتور ايناي هنا، لا في سفنكتر فاجيني ولا في ريفيتور بروست، كل الاورجان هتنزل. ولو ضربت البيوبوريكتاليس هيحصل برولابس لمين؟ للريكتم. اسألي يا ولاد. ايوه يا دكتور، يس تمام صح. لما يحصل باراليسيس للليفيتور ايناي هيحصل السبورت بتاع اليسرى هيروح، السبورت او السفنكتر بتاع الريكتم هيروح، فهيعمل ديفيكيشن، اوتو ديفيكيشن، اوتو يورينيشن.
كوزجيس ماس بريزنت ان بوث ميل اند فيميل؟ يس يا ولاد. طبعا ال الكوكسجيس موجودة في الميل او في الفيميل، بس بتبقى اكتر بروميننت، يعني بتبقى اكتر مور ديفلوبد ان فيميل. ليه؟ ربنا خلقها مور ديفلوبد ان فيميل عشان تعمل لي سبورت للتيب اوف كوكسيك ديورنج ديليفري. هي اصلا العضلة دي صغيرة جدا وبتبقى مور اكتر بروميننت في الانيمالز. فمعلومة حلوة قوي انا كنت سمعاها قبل كده، ان بيقول لي ان الكوكسجيس دي في الانيمالز بتعمل لي تيل اوف انيمالز، خلاص. لكن هي موجودة في الميل والفيميل، بس ربنا خلقها مور بنومينانت في الفيميل عشان تعمل لي سبورت للتيب اوف كوكسي، لان لو راس البيبي كبيرة ممكن تكسر الكوكسي. اسألوا انا قاعدة معاكم. طيب في حد، بصوا كده على الكتاب بتاعكم، حد عنده سؤال؟ احنا طبعا شرحنا الاوريجن والانسرشن بتاع الليفيتور ايناي بالكامل، وقلنا الاكشن والنيرف سبلاي. في حد عنده سؤال؟ دكاتره، طب شغلوا المايك، عايز اسمعكم عادي مفيش مشكله. اللي حابب يشغل المايك يشغله ويتكلم. هو كده تمام يا دكتور، شكرا ليك. ماشي تمام. انتوا عندكم الساعة 12 مش كده؟ ايوه صح. طيب تحبوا دكتور عنوان الايه؟ ريليشن. ماشي. بصوا يا اولاد، الريليشن ده سهل قوي. بصوا كده، هي ما كلمتين في الكتاب. بصوا كده، لو انا بص على الليفيتور ايناي من فوق، مين بيقول لي الليفيتور ايناي وانا بص عليها من فوق بسمي السيرفس ده بلفيك سيرفس، بسميه ايه؟ بلفيك سيرفيس. لو انا بص عليها من تحت بسميه انفيريور سيرفيس او برينيال سيرفيس. الكافيتي اللي تحت الدايفرا الليفيتور ايناي من تحت لما اقلب البلفيس فسميه ولاد برينيوم، فوق بسميه هنا بلفيك سيرفيس، من تحت برينيال سيرفيس. الفاشيه دي اسمها بلفيك فاشيه او سوبيريور فاشيا، من تحت اسمها inferior fascia او perineal fascia. طيب لو انا قلت كده من قدام ال anterior border، يا ولاد شايفين كده الفتحة دي ال anterior border بتاع الليفيتور ايناي، مين الفتحات اللي قدامها؟ urethra وvagina in female، urethra in male. طيب من ورا يا ولاد قال لي posterior fibers بتاعت الليفيتور ايناي ريليتد للعضله دي اللي اسمها كوكسيجيس. يبقى انا عندي هنا انتيريور فري بوردر، قدامها يوريثرا وفاجينا ان فيميل، هنا بوستيريور بوردر ريليتد للكوكسيجيس. خلاص كده. طبعا الحاجات دي كمان هنقولها بالتفصيل لما نيجي نشرح الاورجانز ونشرح البرينيه. خلاص كل ده شرط اقول كل حرف دلوقتي، لان انا دلوقتي هكمل معاكم البرينيه وهشرح معاكم اليوترس والفيميل جينيتال اورجانز، فكل الحاجات دي هتتعاد بعد كده. لا انا كده خلصت الجزء بتاع دلوقتي. تحبوا تاخدوا بريك ربع ساعه ونرجع ناخد الجزء بتاع الظهر، ولا تستنوا الساعه 12 زي ما تحبوا؟ اكتبوا لي كده او افتحوا المايك. تحبوا دلوقتي بريك 10 دقايق مثلا، تشربوا حاجه ونرجع. وات بارت اوف كوزير فايبروس؟ هي كلها. مهم بص يا اولاد، الكوكسيجيس دي الماسل اللي موجوده بيهايند الليفيتور ايناي. ممكن الجزء اللي تحت اللور بارت بيحصل له فايبروز اللور بوستيرور بارت ويعمل لي الساكروس باينس ليجمنت، خلاص. وممكن يحصل لها كلها فايبروز زي ما احنا قلنا، ممكن لو عندي ميل يحصل لها فايبروز كلها، وممكن الجزء البوستيريو
الجزء الانفيريور مش شرط خلاص. المهم بيقول لي ان ساكروسباينس ليجامنت ده فايبروز بارت من الكوكسجيس خلاص. طيب تاخدوا بريك 10 دقايق بس يا ولاد، شغلوا المايك انا خلصت. طيب هو ايه، هي ليه بيحصل ليها كده؟ علشان انا عايزه الليجامنت لما يحصل لها فايبروز بتعمل مور سبورت للبلفس. يعني ايه؟ لما يبقى عندي حاجه اسمها ساكروس باينس ليجامنت، الساكروس باينس ليجامنت ده بيكونكت السكرم بالهبون بالاسكال سباين، بيعمل مور فيكسيشن للبلفس. فانا كل ما خدت جزء فايبروز انا كل ما عملت فيكسيشن للبلفس. خلاص نكمل، اديكم بس بريك اشربوا حاجه واكمل معاكم. يس تمام. طيب 10 الساعة كام؟ 9:23، 9:30 و5 هنبقى هبدأ معاكم. أو خلاص انتوا 25 إن شاء الله، فبرضو هستناكم لما تتجمعوا. خلاص يا دكاترة، يا ولاد حد يرد عليا في المايك. أوكي يا دكتور. تمام. خلاص كل واحد يروح يشرب حاجة كده أو يعمل ساندويتش ويرجع لي. يلا.
شباب السلام عليكم. تمام هنرجع. دكاترة شايفين؟ دكاترة شايفين يا دكتور؟ تمام ماشي. هو طبعا هنبدأ اليوترس، انا لقيت عندكم في الكتاب اصلا الصور جميلة، فهشرح لكم من على من الصور اللي في الكتاب، بحيث لو حد عايز يشاور، حد عايز يكتب حاجة، هي نفس الحاجات اللي في الكتاب. ماشي يا ولاد؟ طيب لما نيجي نتكلم عن اليوترس يا دكاترة، انا شايفة اليوترس قدامي مكانه فين؟ موجود في البلفس. خلاص بصوا كده، بصوا الصورة دي، ده صورة لساجيتال سيكشن في الفيميل. خلاص سيمس بيوبس السيكرام، دي اليورينري بلادر ورا الريكتم في الفيميل. شايفين يا ولاد؟ ما بين البلادر والريكتم هلاقي الأورجنز اللي هنتكلم عنه دلوقتي اللي اسمه اليوترس. خلاص كده؟ طيب يبقى اليوترس موجود في الترو بلفس أو الريسال بلفس ما بين اليورينري بلادر والريكتم. طيب اليوترس ده يا ولاد عبارة عن إيه اللي أنا شايفاه دوت؟ قال لي عبارة عن هولو سيك وول ماسكولار ستراكشر، شبه الكمثرى. الكمثرية بتاعتي ليها سيك ماسكولار وول، very thick muscular wall narrow slit triangular lumen. يبقى عندي اليومن بتاعي narrow slit triangular. طب الوول very thick muscular wall. يبقى تعريف اليوترس اللي موجود في الترو بلفس ان هو hollow thick wall muscular بير شيب organ. يبقى شكله النهائي بير شيب، في thick wall muscle، الكافيتي بتاعه narrow سليت شيب، شكله ترينج. خلاص اليوترس يا ولاد وهو في الفيلفس مش واقف كده، ده ايه شكله؟ الشكل ده، الشكل المايل ده على البلادر، كانه عامل لها القبه، كانه عامل كفر للبلادر، اسمه انتي فيرتد انتي فليكسد. اسمه يا شباب انتي فيرتد انتي فليكسد. يعني ايه كلمه انتي فيرتد انتي فليكسد؟ نبص كده مع بعض. دي مين يا ولاد؟ ده اليوترس. مين التيوب دي يا ولاد؟ فاجينا. قال لي لو انا جبت كده اكسس، فيرتيكال اكسس في الفاجينا، وجبت فيرتيكال اكسس كده او لاين في البادي بتاع اليوترس، اللاين بتاع الفاجينا واللاين بتاع اليوترس هيقطعوا بعض في 90 درجه. شايفين الخطين دول؟ اسمهم ايه؟ انتي فيرتد. اسمه يا ولاد Antiverted. يبقى اللونجيتودينال اكسس بتاع اليوترس مع اللونجيتودينال اكسس بتاع الفاجينا، لو حصل ميتنج ما بينهم الزاوية دي 90 درجة اسمها ايه؟ Antiverted. طيب تعالوا نعمل حاجة تانية، مش ده اللاين بتاع اليوترس اهو؟ هو ده، هو ده. في كنال هنا اسمها السيرفكس، في كنال هنا اسمها السيرفكس، هنتكلم عنها دلوقتي. لو جبت لاين في الكنال دي بتاعت السيرفكس وطلعت لفوق، هلاقي في زاوية نتيجة تقاطع التو لاين. شايفين الزاوية دي؟ الزاوية المنفرجة دي اسمها بتعمل لي زاوية للفليكشن بتاع اليوتر اسمها انتي فليكسد انجل. تاني لو انا جبت لاين في الفاجينا لونجيتودينال اكسس اوف فاجينا، قطع اللونجيتودينال اكسس بتاع البادي اوف ذا يوترس، دي البادي، الزاويه اللي ما بينهم 90 درجه اسمها ايه بقى؟ انتي فيرتد بوزيشن. طيب ما بين اللونجيتودينال اكسس بتاع البادي واللونجيتودينال اكسس بتاع السيرفايكال كانال، دي السيرفايكال كانال، شد خط فيها، هنا زاويه 170، ده اسمه انتي فليكس. يبقى انتي فيرتد ما بين البادي اوف يوترس وما بين الفاجينا، انتي فليكسد ما بين البادي اوف يوترس وبين السيرفايكال كانال 170. خلاص كده يا اولاد؟ يبقى عندي كام بوزيشن؟
انتي فيرتد انتي فليكسد. طيب تعالوا بقى نشوف بعد ما خدنا الانتي فيرتد انتي فليكسد البوزيشن ايه البورتس اوف ذا يوترس. قلناها الاول بس عندكم في الكتاب كاتب الاول. قال لي في فندس، في بودي، خلاص، في سيرفايكال كانال. فندس، بودي، سيرفايكال كانال. شايفين كده عند السوبيريور لاترال انجل اوف ذا يوترس، سوبيريور لاترال انجل اوف ذا يوترس في فتحه. الفتحه دي يا اولاد بتوصل اليوترس بتيوب. التيوب دي اسمها ايه يا اولاد؟ فالوبيان تيوب. اسمها ايه؟ فالوبيان تيوب. الحته دي اسمها كورنيو. اسمها ايه؟ كورنيو. ده كورنيو هنا وده كورنيو هنا. above the level of كورنيو هلاقي مين؟ الفندس اوف ذا يوترس. هلاقي مين يا دكاتره؟ الفندس اوف تاني. اول جزء معايا في اليوترس اسمه الفندس. الفندس ده موجود فين؟ above the level of كورنيو. المكان ده اسمه كورنيو، عند the junction between الفالوبيان تيوب مع البادي. أبا طلع لفوق. طب البادي بقى، قال لي البادي جاي من الكورنيو من عند السوبيرو لاترال انجل لحد الحتة الضيقة دي. الحتة الضيقة دي اسمها internal os. الانترنال os بتكونكت اليوترس بمين؟ بالسيرفايكال كانال. طب لو بصيت بره من على اليوترس من بره ناحية الانترنال os هلاقي الحتة الضيقة دي اللي اسمها الاسمس. اسمها ايه يا ولاد؟ اسمس. يبقى انا بصة من جوه في انترنال اس، بصة من بره هلاقي الاسمس. خلاص. يبقى تاني فين البادي؟ كل ده البادي فوق فندس، وده البادي اتسيل. الفندس افاف ذا كورنيو، اما الجزء اللي تحت ده لحد الانترنال اس ده البادي. قصاد الانترنال اس من بره على اليوترس في الاسمس. خلاص. تعالوا بقى نكمل. ده السيرفكس. السيرفكس زي ما انتوا شايفين بادئ من الحته الضيقه دي اللي اسمها انترنال اس، وينتهي بره بحته ضيقه اسمها اكسترنال اس. الاكسترنال اس فاتحه على الفاجينا. فاتحه على فين يا اولاد؟ على الفاجينا. خلاص. بيقول لي لو واحده ما خلفتش قبل كده بيبقى شكل الاكسترنال اس ده سيركولار. طب لو واحده مالتي بار خلفت كتير بيبقى سليت شيب. طيب بيقول لي السيرفكس ده وانا بص عليه ده كانال، نصها طالع لفوق واللور هاف عمل انفاجينيشن جوه الفاجينا. اللور هاف عمل ايه؟ انفاجينيشن جوه الفاجينا. نتيجه الانفاجينيشن ده هيلاقي فيه جيوب حوالين السيرفكس، جيوب اسمهم فورنكس بس لاترال، تو لاترال فورنكس. طب انا لو بص من قدام من الجنب هلاقي، بصوا الصوره دي اللي عندكم جميله قوي. انا بص من قدام من ساجيتال سيكشن، انا هنا من قدام لورا هلاقي تو لاترال فورنسز. طب انا بص من الجنب هلاقي انتيريور فورنس وبوستيريور فورنس. الصوره دي مبينه لي ايه؟ مبيناني ان السيرفكس تو بارت، ابر هاف لور هاف. اللور هاف اللي انتوا شايفينه ده عمل انفاجينيشن، دخل جوه الفاجينا. لما عمل انفاجينيشن في ريسيسس جنبه، كانك جبت ايدك دخلتها جوه بالونه. ما دخلت ايدك جوه بالونه في اجزاء طلعت من الجنب. الجيوب اللي في الجنب دي تو لاترال فورنسز، من قدام anterior fornis، من ورا posterior fornis. خلاص يا ولاد. طيب تعالوا بقى نكمل. بعد السيرفكس قلنا بدايتي فين نهايتي فين، في جزء سوبرا فاجينال بارت وفي جزء انفرا فاجينال بارت، وقلنا الجزء اللي قدام الانترنال اس من بره اسمه ايه؟ اسمس. خلاص. كل جزء البادي، الحته دي فالوبيان تيوب، وده الكورنيو. خلاص. طيب لو جيت هنا تاني عنوان اسمه اليوتراين كافيتي. اليوتراين كافيتي شكله ان شيب سليت شيب كافيتي.
بدايتي من الكورني ولحد الانترنال. خلاص كده يا ولاد. طيب البروتينية الكفرنج بقى، بصوا كده معايا على الصورة دي، ده السيمفيسيس بيوبس وده البلادر، هوريكم كده في الباوربوينت. انتوا كده شايفين كويس يا دكتور؟ شايفين يا دكتور؟ بس شايفين. حد يرد عليا. تمام، لو حد عنده مشكلة وقفوني وايه واقول لكم التفصيل. لو انا بص كده على الساجيتال سيكشن اوف ذا بيلفيس، ده السيمفيسيس بيوبس يورينال برادر يوترس ريكتم، قال لي اول ما بص كده هلاقي عندي كان في كافيتي فوق هنا اسمه ابدومينال كافيتي، اللي لونه بازرق ده يا ولاد ده البروتينيه اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، ينزل في البلفيك كافيتي، هو ده نفس البروتينيه من اللي جاي من فوق، ويغطي السوبيريور سيرفيس بتاع اليورينال بلادر. واول ما وصل للاسمس حصل له ريفليكشن وعمل كفرنج للبادي من الفندس، البادي من فوق وصل للاسمس للسيرفكس للابر هاف اوف فاجينا. ياه، ايه اللي حد خد باله من حاجه؟ وانا بصه من قدام السيرفكس ومن قدام كفرد ويز بروتينيوم، قال لي لا يا دكتوره ده حصل ريفليكشن للبروتينيوم عند الاسمس ورجع عند البادي، فاندس كفر كفر والسيرفكس من فوق من ورا posterior part of the cervix سوبرا فاجينا انترا فاجينا لحد ما وصلنا للابر وول بتاع الفاجينا من ورا. ايوه، يبقى لو قلت لك السيرفكس من قدام covered by peritoneum، لا ده انا بادئه من عند الاسمس، طب من ورا ده كله كفر سوبرا فاجينا انفرا فاجينا ابر هاف اوف vaginal upper one third of posterior wall of vagina covered with peritoneum. وبعد كده بيحصل له ريفليكشن فوق، مين الاورجنز موجود عندي هنا يا ولاد؟ هنا ده الريكتم، حصل ريفليكشن للبروتونيوم قدام الريكتم. خلاص كده تاني، ادي اليوترس ادي البروتونيوم عمل كفر للسوبيريور وول بتاع البلادر، اول ما وصل للاسمس حصل له ريفليكشن ما نزلش تحت قدام الفاجينا، عمل كفر للبادي فاندس نزل ورا البادي نزل ورا الاسمس نزل ورا السيرفكس لحد ما وصل للابر ثيرد اوف فاجينا، حصل له ريفليكشن تاني، ريفليكشن على الانتيريور سيرفيس بتاع الريكتم. في هنا باوتش وهنا باوتش، شايفين الحته دي الجيب وده جيب، الجيب اللي موجود هنا اسمه ما بين البلادر واليوترس اسمه ايه يا ولاد؟ يوترو فيزايكال باوتش، اسمه ايه؟ يوترو فيزايكال باوتش. طب الباوتش اللي موجود بره اسمه ريكتو يوتراين باوتش، من قدام يوترو فيزايكال باوتش ورا تاني ريكتو يوتراين باوتش. طب مين الاورجانز اللي موجوده في الباوتش ده؟ السمول انتستين. طب مين الاورجانز اللي موجوده في الباوتش ده؟ نبص هنا فوق، قال لي هلاقي لوب من اللارج انتست موجوده هنا سيجمويد كول. الريكتو يوتراين باوتش ليه اسم تاني اسمه دوغلاس باوتش، ده مهم جدا 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 في الام سي كيو. يبقى الدوغلاس باوتش ده السبيس اللي ما بين الريكتم واليوترس. مين منه يا شباب؟ الريكتم واليوترس، خلاص؟ اسمه دوغلاس باوتش، موجود في لوب اوف انتستين والسيجمويد كولو. هنا يوترو زيكال باوتش في مين؟ في لوبس اوف انتستين. يبقى تاني انا عندي البروتينيه الكفرنج اوف ذا يوترس من قدام يوترو زيكال باوتش، من ورا دوغلاس باوتش، خلاص؟ تعالوا بقى نكمل مع بعض. بعد ما قلنا البروتينيال كفرنج اوف ذا يوترس، وطبعا دي من الحاجات المهمه جدا عندكم، تعالوا بقى نقول الريليشن. خلاص، لو قلت لك ان الاسمس من قدام كفرد ويز بروتينيوم، البادي من قدام كفرد ويز بروتينيوم، الفاندس كفرد، البوستيريور وول كفرد، سوبرا فاجينال
part of cervix covered. الأبر سيرد أوف فاجينا كفرد ويز بروتينيم. خلاص كده كل الأجزاء الصورة دي اللي أنا شايفاها بتجيلي ام سي كيو أو ريتن. خلاص يا ولاد. دكتور لو سمحتي، اتفضل قول. في ميعاد للمحاضرة اللي جاية عندنا هستو. ايه محاضرة. احنا عندنا محاضرة تانية دلوقتي هتبدأ، بس مش عارف انت هتشرحي لنا ايه. عندكم محاضرة ايه؟ هيستولوجي الساعة 10؟ أيوة بالظبط. خسارة، كنت عايزة أكمل. إيه إنتي عندي دي فاجينا اليوترس بيجين أز إسمس؟ الصورة تمام ماشي. خلاص هقولها لكم دلوقتي. طب خلاص ماشي. بقى أنتوا عندكم طول اليوم محاضرات، ما ينفعش أديكم حتى في ال هجاوب على كل دكتور نكمل الساعة 12. ماشي ماشي خلاص. أنا كده كده خلاص هستناكم للساعة 12، هجاوب على كل أسئلتكم ونكمل اليوترس إن شاء الله. خلاص؟ ماشي ماشي يا دكاترة. أنتوا هتستحملوا كده اليوم كله محاضرات ورا بعض؟ نعم. عندكم كام محاضرة؟ عندكم كام محاضرة؟ تقريبا أربعة اليوم. أربعة؟ أربعة أو خمسة. ربنا معاك. ما شاء الله. خلاص يا دكاترة أنا إن شاء الله الساعة 12 هبدأ. هكمل على اللي انا قلته وان شاء الله باذن الله مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.